ابن عمر يقول: لما أسر الأسارى يوم بدر، أسر العباس رضي الله عنه، في من أسر؟ العباس كان مؤمنا، وكان النبي استودعه مكة، فاستبقاه في مكة ليكون رئيس المخابرات العامة في مكة، لكن هذا الأمر كان سري بينه وبين رسول الله، ما كان أحد يعلمه، هاي إسرار الدولة. فالصحابة يظنون أن العباس كان كافر، فلما أسروه في بدر قال: توعدته الأنصار أن يقتلوه، هو مأسور موثق بالحبال، قالوا له الأنصار: والله لنقتلك، فش قلبنا فيه، أنت ما بتأسلم، أنت عم النبي. هو لا يريد أن يفشي السر. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد سمع أن الأنصار توعدوه، ما بده يفشي السر العسكري. قال: إني لم أنن الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعم الأنصار أنهم قاتلوه، معقول يقتلوا لي عمي؟ فقال عمر: أفآتيهم؟ قال: نعم. قال سيدنا عمر: احكي لك معه؟ قال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس. قالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم: فإن كان لرسول الله رضا. طب إذا النبي بده إياه، نحن ما بدنا نرسله، نحن بنبغضه لأنه عم يحارب النبي، ما بهمنا عمه وخاله، لكن ما عم يحارب حبيبنا، فنحن عم نحاربه، بدنا نقتله. لكن لما قال لهم النبي بده إياه، قالوا: إن كان له رضا فخذه. إذا النبي بده يرضى، هو بده إياه، خذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له: يا عباس أسلم. سيدنا عمر، حتى سيدنا عمر ما بيعرف السر العسكري، قال: أسلم يا عباس، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب. أنت إذا بتأسلم، والله أنا بنسر أكثر من إسلام أبي، لأنك عم النبي، ولأن النبي بيحبك تتأسلم، عشان يدخل السرور على قلب النبي. أبي يروح على جهنم ما عايش، بس المهم أنت تأسلم حتى يدخل السرور على قلب النبي.